رفيق احمد رئيس مصلحه النقل الطرقي بالمديريه الاقليميه للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بطنجه. الان انتم كتحضروا معنا العمليه ديال نقل المواطنين الاتجاهات اللي كثر عليها وسائل ديال اللي كثر عليها الطلب بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال احنا كمصلحه متدخله الى جانب باقي المتدخلين من اداره المحطه الطرقيه والعناصر الامنيه وممثلين المهنيين الى غيرهم، نلجا دائما في مثل هذه المناسبه الى الحرص على ان تمر هذه العمليه في احسن الظروف. بطبيعه الحال هناك عمليات استباقيه تتعلق بتنظيم على مستوى المحطه الطرقيه باحصاء وسائل النقل المتاحه وبتوفير متى ما اشتد الطلب على وسائل النقل، توفير وسائل النقل المطلوبه لكي يكون عليها الخصص، يعني يكون عليها الطلب متزايد، وبالتالي فكندخلوا لاستيفاء هذا الطلب. في هذا الخصوص هذا تتدخل المصالح ديالنا لتقديم رخص استثنائيه، والى حدود هذه الساعه تم تسليم ما مجموعه 250 تقريبا رخصه استثنائيه لتلبيه هذه الطلبات. الوجهه التي تم تدعيمها تتعلق اساسا بالخطوط طويله المسافه كما هو الشان بمدن اكادير، تيزنيت، انزكان، الرشيديه، وورزازات، ومراكش. بطبيعه الحال الحرص ديالنا تام فيما يخص هذه العمليه هو ان تتم هذه العمليه في احسن طرق والسلامه التامه، في احترام تام للشروط الصحيه الموصى بها، وكذلك فيما يخص التعريفه المطبقه. في هذا الخصوص فالتعريفه المطبقه يلتزم بها من طرف الناقلين وكذلك اداره المحطه، ويتم تدوينها فيما يخص اوراق ديال التعريفه. بطبيعه الحال التعريفه تضاف اليها نسبه 20% بما يخص الرخص، يعني الخطوط المدعمه او الرخص الاستثنائيه اللي يتم تسليمها في هذا الخصوص. نحن حريصون اشد الحرص على ان تتم هذه العمليه في احسن الظروف والاحوال جيده، وحتى يعني تتم هذه العمليه في سفر سليم وكذلك في ظروف حسنه. نتمنى من الله ان يصل المسافر الى وجهتهم في ظروف حسنه، في احترام تام للشروط المعمول بها، للشروط الصحيه المعمول بها. بصفتي رئيس مجموعه ماجوريل قدمنا للمسافر احسن اسطول كيف ما العاده، الامور غاديه 100% زيرو مشاكل الحمد لله، ومبروك العواشر المغاربه كاملين. ضروري ماجوريل معروف الحمد لله، تضاعف اسطول احسن ما كاين في الماتيريال، الامور الحمد لله في السيطره ولله الحمد، الاسعار مزيانه، كل شيء على ما يرام ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لنا احنا ماجوريل يوميا واحد 20 خط يوميا كل عندنا احنا اتجاه مراكش اكادير، صافي هذا هو الاتجاه ديالنا. وكاينين الاخوان كاملين عاود توما نظام جيد، كل واحد مسؤول تعاون مع النقاله ومع اداره المحطه، الامور راه مزيانه الحمد لله. بسم الله، الاسم ديالي سلوى، مسافره لعند تازاي ان شاء الله. الحمد لله الاجواء داز في اجواء مزيانه الحمد لله، وكنصح المسافرين جميع المسافرين بارتداء الكمامات ديالهم ويديروا الاحتياطات اللازمه ديالهم. السلام عليكم، جبرتونا دابا مسافرين ان شاء الله لمراكش. اول حاجه كنحيوا السلطات اللي كاينه في المحطه، التنظيم هو هذا، كلشي مقطع كلشي مسافر الحمد لله، يعني الاجراءات الاحترازيه اللي يعني المنصوصة من طرف وزارة وصية كلشي مريق الحمد لله. الناس تسافر بخير وعلى خير، تحياتي عواش مباركة، الله يعزكم. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.